بردي على قلبك في هذه السخانه والحمان بهذا السيترونات اللي زدت له هذا المكون يزيد له بنه على بنه. بعد ما جربت الوصفات اللي قبل درتهم لكم تاع السيترونات، اليوم جبت لكم وصفه مغايره ومقادير تاع ليطره وحده. فابقوا معنا شادوا الفيديو، ضغطونا على زر لايك واشتراك في القناه وبارطاج باش تعم الفائده على الجميع. بسم الله نبداو الوصفه. جيبي ليطره تاع ماء حطيها في الطاوه قد ما تدفى شويه، زدي لها كاس تاع سكر وهذا الكاس يزن 220 ملي. نحركو حتى يذوب هذاك السكر، نزيدو له ربع مغرف صغيره تاع ملح الليمون اي اسيد سيتريك. شفتيني شحال حطيت؟ ربع مغرف صغيره. زيدي ملعقه كبيره من عطر الليمون اللي يكون فيه اللون ولا مستحلب الليمون. هادو تلقاهم يتباعو عند اللي يبيع اللوازم الحلويات، يعني عمر لك بالقرعه. هاد القرعه دير كازميل وتقدري تشري قرعه كبيره كذلك وتخدمي بها هذا الصيف. هنا شوفي حطيت مغرف كبيره تاع مستحلب الليمون، وفي الصباح كنت خدمت قرعه كذلك تاع ليطره ولكن درت عطر الليمون. يعني الذوق غير كيف كيف، يجيب لنا ما شاء الله عليه. يعني لك الخيار، تقدري ديري مستحلب تقدري ديري عطر ليمون. هنا زدت نصف كاس تاع شانتيي، كريمه شانتيي تعطي لك واحد البنه ما شاء الله للسيترونات تاعك. زيدي ربع كاس من الحليب ونحركه بالفوي من بعد بالبراميكسر. من بعد كي تخلطيه مليح حطيه في القرعه تاع لتر ونص وحركي مليح مليح ودخليه في المجمد يجمد لمده 3 سوايع ولا 4، المهم خليه في المجمد الوقت اللي تبغي تجيبي الشربي الشربي. بعد مرور ساعتين جبته راه بارد ما شاء الله، يبرد على الخاطر في هذا الحمان وهذه السخانه. ننصحكم باش تجربوه بقوه كما جربتوا الوصفات اللي مقبل ونجحت لكم الحمد لله يا ربي. ننصحكم باش تجربوا هذه الوصفه لانه بزاف بنينه، وماذا بكم كذلك تجربوا الوصفات اللي حاطيتها من قبل. دخلوا لقناتي راح تلقاوها كامل محطوطه، وحتى السيترونات بذوق الياغورت بذوق الليمون وباناشي بذوق الكريبوني ما شاء الله. المهم ما تنساونيش خوتي خواتاتي باللايك الاشتراك في القناه اذا كنتوا جدا، نقولكم مرحبا بكم. بارطاجوا الفيديو باش تعملوا الفائده على الجميع، ونقولكم بصحتكم الوصفة. إلى فيديو آخر إن شاء الله. سلام.